بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: المسألة 15، يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيها ضحك ونحوه ما دام مباح. ذكرنا في الحديث السابقة مسائل ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أداب المساجد، ذكرنا حوالي 14 مسألة مما ذكروا، وهنا مسألة 15. يقول: يستحب عقد حلق العلم في المساجد. وذكرنا حديث أنس بن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من الصلاة والذكر وعالم ومتعلم. فهنا العالم والمتعلم كأنه اللي هي حلق العلم، حلق العلم اللي لنا يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق. هنا في أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن أفضلها وأعظمها قول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ففضل قراءة القرآن وتفسير القرآن والأحكام الفقهية في المساجد لها أجر عظيم جدا، ويكفي أن الملائكة تحضر هذه المجالس وأنها تحف بالمؤمنين، وأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر هؤلاء عنده. يقول لنا برضه: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد. هنا لاحظ ان فرق بين الكلام اللي بتؤجر عليه ان هذا يستحب، والكلام اللي ما فيش اجر عليه يباح. يباح كأن انسان احتاج الى شيء من اخيه فبيكلمه في امر ان عرض لي كذا احب كذا، فيباح مع الحاجة لذلك. لكن ما يبقاش المسجد هو محل هذه الاشياء، انه القهوة بتاعت الناس زي ما بعض الناس يقول القهوة بتاعتنا المسجد يقولها. وطبعا انه فرق كبير جدا بين دي وبين دي، والكلمة لا يعني هذا القائل ما يقوله. فإن عننا قاله تشبيه المساجد اللي هي أفضل البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل بأماكن الفساد، هذا التشبيه تشبيه قبيح مردود على صاحبه الذي يقول. فالمساجد ما هيش منتدى الناس يحضروا يتعرفوا على بعض ويتكلموا مع بعض في أمور الدنيا ومباهلة. دي أمور المسجد، أمر اجتماع على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى للصلاة ولذكر الله وللعلم الشرعي. لكن بجوار ذلك قد يحتاج إنسان إلى أن يكلم أخيه في حاجة من حوائج الدنيا، فلان مريض نزوره مثلا، فلان في كذا، في جنازة بكرة، في كذا، أمور من أمور الدنيا، ولكن هيترتب عليها خير يبقى لا مانع. ولكن ما يبقاش الأمر أن يرفع صوته بالكلام في المسجد مثلا في المباح ولا بغير المباح ولا بغير رفع الصوت في المسجد. ممنوع الإنسان يجي المسجد فلا يؤذي المصلون بعضهم بعضا، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منعهم من الجهر بالقرآن حيث يؤذي بعضهم بعضا بقراءة القرآن، وقال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض، محدش يؤذي التاني برفع الصوت. إذا كان بالقرآن يبقى بالكلام المباح هذا يمنع منه. وهنا ننبه ان احيانا بعد الصلاة تلاقي الاخوة ينشغلوا بكلام وينسى ان في حد بيصلي سنة، في حد جه متأخر لسه فاضل ركعات عليه، يوم يتكلم ويرفع صوته. دايما نأمر معروف وننهى المنكر، وينبه بعضنا بعضا ان وطي صوتك لما تعدي على حد تلاقيه رافع صوته يمكن مش واخد باله، تقوم تنبهه ما تسكتش على شيء، لانه اللي بيرفع صوته هتلاقي غيره يقلده والتاني يقلده والتالت، يبقى المسجد سوء. بعض المساجد احيانا في اثناء الصلاه واحد من المصلين يرفع صوته، الامام يقول الله اكبر، رفع صوته الله اكبر، تلاقي واحد تاني وتالت ورابع، المسجد بقى كله دوشه، كل واحد يرفع صوته فيه. هنا لا ترفع صوتك في المسجد لا بذكر الله ولا بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، الا ان تكون اماما في صلاه جهريه ترفع صوتك، او في صلاه سريه بترفع بالتكبير والتحميل وتسمع الناس ذلك، او اذا كان في درس علم مثلا في امر معروف ونهي عن منكر.
أما غير ذلك يبقى الإنسان لا يرفع صوته في المسجد فلا يؤذي أحدا فيه. يقول لنا هنا أنه دليل جواز التحدث أحيانا بأمر من أمور الدنيا يحتاج إليها الإنسان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم المصلى الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، يعني أنه كثيرا ما كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي الصبح في المسجد ويفضل قاعد ينتظر لغاية الشروق تشرق الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. ده امتى؟ الوقت اللي ما فيهوش صلاه، واللي ما فيهوش صلاه لو انت قعدت في المسجد لغايه وقت شروق الشمس تذكر الله، تعرف طبعا فضل الحديث او الحديث اللي جاء في فضلها انه من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه. ده الاجر العظيم في انك تصلي الفجر في جماعه وبعدين تجلس في المصلى لغايه ما تطلع الشمس وانت تذكر الله سبحانه وتعالى بقراءه القران أو بالعلم الشرعي أو غير ذلك، ثم بعد ذلك تصلي ركعتي الضحى ركعتين تؤجر كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هنا الصحابة بقى كانوا ينتظروا في ذكر الله لغاية شروق الشمس، بعد شروق الشمس ما بتقومش تصلي على طول، لا هتقعد تنتظر حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة لغاية ما ترتفع الشمس وبعدين تقوم تصلي ركعتين. في الوقت ده كان الصحابة يقوموا خلصوا ذكر وخلصوا قاعدين بقى منتظرين يقوموا يكلم أحدهم الآخر أو يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحكوا له حاجة حصلت منهم في الجاهلية، عملت كذا وعملت كذا، فيقوموا يضحكوا على هذا الشيء اللي حصل ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى كان هي عادتهم في المسجد يقعدوا كل شوية في المسجد يقولوا حاجة ويضحكوا؟ لا لا لا، ده كان في هذا الوقت فقط باعتباره ان وقت ما فيش فيه صلاة، مش هيصلوا فيه، خلصوا ذكر وقاعدين ينتظرون يقوموا يصلوا الضحى، فيقوم يتكلم احدهم مع الاخر بشيء فكانوا يصنعون ذلك، قالوا يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل يقول لنا لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد. إذا قرأ الإنسان من أبيات الشعر في الزهد سواء في خطبة ولا في درس ولا في غيره مما يرقق به قلوب الناس، بس ما يبقاش هو الأصل، ده يبقى شيء من المحسنات للخطبة أو للدرس أو كذا، أن يذكر في أثنائه شيئا من الرقاق وشيئا من الشعر أو كذا. يقول لنا فلا بأس بذلك، والدليل فيه مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد الشعر، فلاحظ إليه يعني نظر إليه نظرة شديدة فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني حسان خاف ألا عمر يضربه ولا شيء، فقال له سبق بالكلام، أنا كنت بقول الشعر هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود فيه عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى أبي هريرة قال أنشرك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. وحسان بن ثابت كان الشعر بتاعه في الجهاد وكان في شتم المشركين، وكان بالنسبة للعرب أمر الشعر ده أقسى وأشد عليهم في الهجاء من ضرب السيوف، فلذلك كان حسان اللي ما تعملوش السيوف في كفار مكة كان يعملوا شعر حسان فيه، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه يهجوهم اهجوهم. قال له وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيدك فيما تقول. إذا كان الشعر فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام وفيه ما يرقق القلوب فلا مانع أن يقال في أثناء خطبة أو في أثناء درس وكذا، لكن إذا كان الشعر للشعر هنا لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث اللي رواه النسائي بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، ده في هذا القسم الثاني اللي ما هياش داخلة في الرقائق ولا في ذكر المديح لدين الله عز وجل والكلام اللي ينتفع به المسلمون، يبقى هنا منهي عن غير ذلك. قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. من المسائل يقول لنا يسن كنس المسجد وتنظيفه، من السنة ذلك كنس المسجد وتنظيفه، وكان يصنع
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقره صلى الله عليه وسلم ذلك، بل صنع بنفسه لما رأى بصاقا في المسجد فحكاه بعود في يده صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من السنة أن الإنسان ينظف المسجد، يحرص على نظافته، لا يقذر بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء في الحديث الذي ذكرناه بالأمس البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها، وذكرنا ما في هذا الحديث من معي. يقول لنا برضو من الأحاديث اللي جاءت، كانت امرأة تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تكنس يعني المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظفه. كان الأصل تقوم إن تزيل القمامة إذا كان شيء ملقى فيه، كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماتت هذه المرأة فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها أخبروا إن هي ماتت بالليل، وكرهوا إن هم يصحوه فدفنوا المرأة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها هناك عند قبرها صلى الله عليه وسلم، اعترافا بفضل هذه المرأة ورحمة لها منه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن صلاته عليها وعلى غيرها تنير قبورهم، تنير لهم قبورهم، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم عند قبره. من المسائل يقول لنا من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلاد، من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة الصرف في ليالي معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان وغير ذلك. يعني المقصد إن المساجد ما هيش محل للزينة والتحلية، ولكن المساجد مكان للعبادة، وإذا انشغل المسلمون بتزويق المساجد في رمضان وفي ليلة النصف من شعبان وفي ليلة كذا وفي ليلة كذا، يبقى بقت هي دي العبادة، ينصرف شغلهم الشاغل إلى تزويق وبعدين يترك العبادة، أو عمل حفلة في ليلة النصف من شعبان يسمع المقرئ وخلاص وينصرف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس العبادة، وإن السنة كلها محل العبادة، صحيح فيها أيام فاضلة، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لا بإيقاد شموع ولا بإيقاد شيء في المساجد فيها. يقول لنا أيضا السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده كنصل السهم وسنان الرمح. وفي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن جابر أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، وجاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. وده الأدب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، ما يؤذيش بعضكم بعض، مكان الازدحام إذا كنت حتمر فيه ومعك حاجة ممكن تؤذي الناس، شايل سلاح، شايل سهام، شايل حديد مدبب لهوز ممكن يؤذي الناس، يقوم انت تمسك النصل بتاع هذا الشيء في يدك. وده يعلمنا اداب انه المكان المزدحم ما تمشيش فيه بحاجة ممكن تؤذي به الناس، ما تستهترش بارواح الناس وبدماء الناس، فيعلمهم انه اقبل على النصل، الحاجة اللي ممكن هتشك الناس ولا تؤذيهم يخلي النصل بتاعها في يدك وانت داخل بها المسجد او انت تمر بها في سوق المسلمين. برضو يقول لنا الإمام النووي المسألة 20 السنة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، دي سنة متروكة، يمكن لعذر الناس، يمكن الوقت بتكون مساجد قافلة أحيانا، لكن هي دي السنة إن اللي جاي من سفر أول شيء يبدأ به المسجد بيت الله سبحانه تبارك وتعالى فيصلي ركعتين ثم يرجع إلى بيته. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين وبعدين يسلم على أصحاب المستقبلين ثم يدخل إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا نقول هذه سنة وليست فرضة، فيبقى بحسب ما يقدر الإنسان يصنع. مسألة 21 ينبغي للجالس في المسجد لانتظار الصلاة أو اشتغال بعلم أو لشغل أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح عندنا. ودي مسألة هيختلف فيها العلماء، مذهب الشافعي وغيره أنه يجوز نية الاعتكاف ولو قل، ومذهب الحنابلة أو المشهور عندهم أنه أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمسألة أنه هل إذا جلست في المسجد ناوي أقعد مثلا من الظهر للعصر أو من الظهر لغاية العشاء، هل أنوي الاعتكاف في هذه الفترة ولا لابد أن يكون أقل الاعتكاف يوم أو ليلة؟ اللي ناظر إلى أن الاعتكاف هذا عبادة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما جاء فيه أنه أمر عمر بن الخطاب يعتكف ليلة، يوم يقول ليلة أقل حاجة ليلة.
جاء ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك اوفي بنذرك، يعني كان نذر يعتكف ليلة فقال اوفي بنذرك، فقالوا ان هو ده اقل ما عنه انه ليلة. الشافعية وغيرهم يقولوا بس ما نهاش عن اقل من ذلك، ما فيش نهي في اقل من ذلك، وده الصواب الراجح فيها انه يجوز اعتكاف ليلة كاملة او افضل ويوم بليلة وهذا حسن جميل او اكثر من ذلك. اقل من ذلك الراجح ايضا انه يجوز، لان الحديث كونه عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة هنا ما سألوش عن اقل منها عن اقل من ليلة، ولو سأله عن اقل من ليلة فراح يكون ايه الجواب، ما داش منع النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول مثلا اعتكف ليلة ودونها لا، وهنا دي من ابواب رحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة الله عظيمة ولا نحج ولا خلينا نحج رحمة ربنا ونقول ما ينفعش إلا ليلة فقط، ولذلك نختار ما اختاره الشافعية وغيرهم إنه يجوز الاعتكاف بنية الإنسان سواء كان ليلة ولا حتى ساعة واحدة إنه يجلس في المسجد فينوي إنه معتكف خلال هذا الشيء. الدليل عدم المانع، عدم المانع من ذلك، إنه ما جاش مانع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكون عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك مش معناه إن ليلة أقل منها لا، ملوش مفهوم مخالف هنا. عشان اقول له مفهوم مخالف لا يود تكون الصيغة انه اعتكف ليلة مثلا، او افهم منه انه اقل من ليلة لا مثلا، وكان برضو بعيد، او يقول لا اعتكاف الا ليلة او لا اعتكاف الا يوما، يبقى هنا حاخد منه لا اعتكاف يبقى هو اليوم اعتكاف اقل من يوم ما يكونش اعتكافا، لكن ما جاش قيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الراجح ان ده من ابواب رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فيجوز لمن مكث في المسجد سواء حيمكث ساعة ولا اقل ولا اكثر ان ينوي الاعتكاف فيؤجر اجر انتظار الصلاة واجر الاعتكاف بالنية. المسألة الثانية والعشرون، يقول الإمام النووي قال الصيمري وغيره من أصحابنا لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته ولحفظ آلاته. قال النووي هكذا قالوا، ده طبعا إذا خيف امتهان المساجد، يعني أنه الناس تصلي وبعدين يتقفل المسجد بعد الصلاة، هل ده فرض ولا سنة ولا إيه؟ ما نقدرش نقول هذه سنة، مش سنة ولا غيره، هو بل السنة أن المسجد يفضل مفتوح للنهار، السنة كده أن المسجد مفتوح للنهار، ولكن كان ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لغاية عهود كثيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرون كثيرة كان المسجد بيفضل مفتوح بالليل والنهار. لذلك الإمام النووي هيقول لنا هنا إنه إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها يبقى على ذلك تغلق المساجد، زي كثير من المساجد الآن هتلاقي فيه النجف، هتلاقي فيه ساعات، هتلاقي فيه المكنة بتاعت الصوت، هتلاقي فيه كذا، هم لو ترك المسجد اللي داخل وطالع ده الناس بيسرقوا حتى الكتب حتى المصاحف بيسرقوها والناس موجودة في المسجد، ما بالك لما المسجد يبقى فاضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك هنا لما هنقفل مش هنقول لأنها السنة، لا ده السنة المسجد مفتوح للنهار. ولذلك النووي رحمه الله يقول لنا انه كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا بالسنة كلها وبالليل وبالنهار، ما كانش بيتقفل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع وجود بقى ان الخوف من المفاسد والخوف من السرقات وانتهاك حرمة المسجد يبقى على ذلك يجوز، او يقول لنا يباح ذلك، او لا بأس باغلاق المسجد في غير وقت الصلاة، بس من غير تعنت، من غير تعنت، يعني انسان عايز يصلي لا خلاص احنا هنقفل صلي في الشارع لا، ولكن يفتح له حتى يصلي ويعني بحسب الحاجة. مسألة 23، يقول يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، وده حديث في أبواب تحية المسجد، وده الراجح أن تحية المسجد سنة مؤكدة خلافا لمن قال أنها فرض واجب، الراجح أنها ليست فرضا ولكنها سنة مؤكدة. مسألة 24، يقول لنا ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، والقاضي هنا مش شرط بقى ان هو قاضي البلد او قاضي المسلمين او قاضي المحكمة، لا ده المقصد انه من يقضي بين خصمين، اللي هيسمع خصمين، المسجد مش مكان سماع الخصوم، لو جلسوا ده هيقول ويجيب الحجة بتاعته وده هيقول ويجيب الحجة وبعدين يحصل خلاف ويحصل كلام دنيا وهات شهودك وهات كذا، خلاص تعطل المسجد عن كونه مسجدا، يبقى دي لها اماكن اخرى ليست في المسجد، امر القضاء اللي بين الناس.
بيقول لنا لكن إن جلس لصلاة أو غيرها فاتفقت، يعني حصل إن حصل دوشة، واحد من المصلي يعمل حاجة في حد تاني اضطر إن هو يصلح بين الاتنين أو كذا، يبقى يباح بل ويؤجر على ذلك. لكن الاتفاق إن تعالى هنقعد في المسجد عشان نسمع الخصومة والحكاية، لا، ما هوش المكان. مسألة أخرى يقول لنا حفر القبر في المسجد حرام شديد التحريم، ويكره أن يتخذ على القبر مسجد. والراجح في المسألتين أنه يحرم أن يتخذ على القبر مسجد، وأيضا يحرم أن يحفر في المسجد قبر ويدفن فيه إنسان، للأحاديث الكثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك والتوعد واللعن على ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ويقول ألا إني أنهاكم عن ذلك. من المسائل اللي يقول لنا الإمام النووي رحمه الله، حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد، الحيطة الجدار بتاع المسجد جوه المسجد حكم المسجد، خارج المسجد في حكم في الصيانة، صيانة الحائط إنه لا ينجس ما تحطش عليه شيء يتأذى به، يقول لنا هنا له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه، يعني انه بداخل المسجد ممنوع تعلق صور او تماثيل او كذا ولا في مسجد ولا في غيره، ما يجيش طب هنعلق بره خارج المسجد حط صور عليها او اعلانات بخارج المسجد، لا، في حرمة للمسجد داخل وخارج المسجد، ليس مكان للاعلانات لا بداخله ولا بخارج المسجد. قال وكذا سطحه وكذا رحبته. المسألة 27 يقول السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد عليه ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله. دي السنة إنك قبل دخول المسجد تشوف إذا كنت دست فطين دست حاجة تلوث بها المسجد، الأول تمسح النعلين خارج المسجد ثم تدخل بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدر أو أذى فليمسح وليصلي فيهما وليصلي فيهما. طبعا ده اذا كان المسجد زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الارض تراب، الارض رمله، الارض حصى، يمسح النعلين ويصلي فيهما. لا، الارض سجاد ومكت، هيدخل بالنعل بتاعه مهما مسح النعل بره المسجد هيدخل يلوث ارض المسجد او مكت المسجد او سجاد. يبقى على ذلك دي في ارض زي ارض اللي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ارض حصى او رمله او تراب. قال يكره الخروج من المسجد بعد الاذان حتى يصلى إلا لعذر. وهنا في مسألة يكره فيها نظر، لأن في الحديث اللي جاء يقول أبو الشعثاء كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى، والمعصية يكون من باب الحرمة مش من باب الكراهية فقط. فالرجل طلع بعد ما سمع الأذان، راح قايم، راح لمشوار أو راح لحاجة. فهنا لا، إذا سمعت الأذان وكنت في المسجد لا يجوز لك الخروج إلا لعذر. إنسان في المسجد تذكر إنه على جنابة، يبقى مفروض هو هيغتسل، يبقى هيذهب. تذكر إن الثياب اللي هو لابسها وهو ماشي طرطش عليه نجاسة وكان ناسي، يبقى هيعمل إيه؟ هيرجع بيته ويغير الثياب بتاعته. يبقى هنا بحسب إنه إيه العذر اللي موجود. إنسان كان موجود في مسجد وبعدين حصل حادثة أو حصل شيء اضطر إن هو يخرج لشيء، فجاء إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه استصرخ عليه على امرأته رضي الله عنه بتموت وهو في المسجد، فخرج ولم يصلي الجمعة وذهب يحضر المرأة وهي تموت، لعله هي تموت تحتاج انه يلقنها يقول لها قولي لا اله الا الله او غير ذلك، فحضرها وترك الجمعة رضي الله عنه. يبقى هنا مع العذر يجوز الانسان ان يخرج من المسجد حتى ولو كانت اقيمت الصلاة. عدم العذر يبقى هنا يحرم عليه، هنا في الحديث من خرج هنا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. مسائل: لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب. هنا شوف، لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد، يعني الناس ما تستسهلش
ان في حاجة في المسجد هاخدها، المنحدات ضرفة باب شباك المسجد ساعة بتاعة المسجد، يقول لك حتى تراب المسجد حتى حصير المسجد لا يؤخذ الا اذا كان المسجد خلاص القائمون على المسجد ولد وداخ صار قديما بالي ملوش اي منفعة هنتصدق به او ان احنا هنبيعه وبتمن ونجيب حاجة تانية مكانها، فلهم ان يصنعوا ذلك بحسب ما يراه القائمون على امر المسجد. اما انسان لقى حاجة في المسجد هاخد الحاجة دي مهما حدش عايزها، هنا لا يجوز له ذلك. وده في الحديث اللي رواه أبو داود بإسناد فيه صدوق سيء الحفظ اللي هو شريك بن عبد الله القاضي، قال إن الحصاة لا تناشب الذي يخرجها من المسجد، يعني بيخرج حصاة، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش حصى، فهنا لو إن إنسان خد حبة حصى من المسجد الناس محتاجة تصلي عليها، فكأن الحصاة بتناشده بتقول له سيبني سيبني في المسجد أنفع الناس اللي يصلون عليه. فهنا الإنسان ما يأخذ شيئا من المسجد، دام بنقول تراب المسجد وحصى المسجد، أمال اللي بياخد بقى يسرق حذاء المصلين اللي في المسجد يبقى ده بصوت مصيبة اللي يصنع هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لنا المسألة 31، يسن بناء المساجد وعمارتها وتعاقدها وإصلاح ما تشعث منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى لله تعالى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ثم ذكر حديثا يختم به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومهم دائما نستحضر هذا الحديث، المساجد مكان ذكر الله عز وجل، مكان الصلاة، مكان الطهارة، مكان المحبة، مكان صلتك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أحب البلاد إلى الله، طب شر البلاد عند الله عز وجل وأبغضها إلى الله أسواقها، مكان الزعيم، مكان اللي بيرفع فيه الشيطان رايته، مكان الكذب والزور، مكان التدليس على الناس والغبن في البيع والشراء والكذب، السوق. يبقى ما نخليش المسجد زيه زي السوق، أبسط الأشياء ما نرفعش أصواتنا في المسجد نزعق ونتكلم بصوت عالي ونخلي المسجد زيه زي السوق، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.